بس مسكها هيك. عارف بدك تعطي هالنوطة مسكها بس. اوكي. ليه عم تخاف تمسكها؟ مسكها. ما بتعود تقشط، بس تعمل هيك ما بتعود. شو بدك بالجريماس؟ هيدي هيدي نوطة قوية. بدك تمسك هون تتجي. ماشي. نشتغل على ستاكاتو. مدام ستاكاتو كنت عم جيب عندك يعني عم تعطيني الدودو عم بمسك دودو دياز بس ما عم بقدر امسكها لهيدي مع انه واطي ما عم بقدر امسكها ما عم بقدر عم بتكون لانه ما عم تعمل كنترول عليها ما عليه ابني ما عليه بدي خبرك شغله يعني عطلان همها عطلان همها هي تكسر لي كل الاغنيه اذا قلت كلها حلو هيدي بس طلعت اوت اوف تيون ما تخاف بدي اقول لك شغله رح تزبط مع هلا طلعت اوت اوف تيون انت بالتمرين مرتين ما في حماس لان بس بالحماس شوف كيف بتجي ما تنطر تطلع بوشك النوطة تتتكشف لا لا لا, لا. بدي من قبل من تحت ولا هذا البدي ما من قبل أنا كنت امبارح عم حضر ايه بس ما في حماس معرض. ما في حماس بس كون في حماس جمهور ايه بتجيبها بتجيبها مثل شو برافو جبتها كلها قديم هاي مثلها سكر الإي مثل ما قلنا مبارح خلي الإي مثل مثل الأ ومثل الإي نو سكرتي بس سكرتي out of tune out of tune لا ما عم بحكي على المي على الأ على الأ أوكي يعني لأنه إحنا بالميديوم المي مسكرة الأ مفتوحة يعني محتاجة أفتحها أكتر الأ إيه تفتحيها بس مع مسكة مع مسكة أوكي إيه. À toi aussi. هيك. بالعرض. هيك بالعرض بد بس بد عرض مع طول. مش عرض ونتركها. إن شاء الله. عندي هيك نقطة على العالي. رح يجيبولك واحدة على العالي. نجعت على ورد مي عم تفلت مني كلها ما عليه هذا اول اكزرسيس شوفي بنتي امسكي منيح المي والآ امسكيها منيح يلا كمان لقدام اكثر المي ثلاث هوا بقى ايه لانه مش محضرتيها اوعى تسكر الاي بتعرفي شملتي بالا خليها اوعى تلعب هاللعبة خاصة عم بعطيكي صوت صدر فوق عم علّيلك صوت الصدر بدي تكوني ماسكة تمك اوكي ما تغيري لفظك صفيت لورا عز لعيم اوكي حبيبة قلبي لفظك لفظك غيري وهي مفتوحة فوالا بعدها ليكي عم تقولي بدي اوكي فهمتي؟ لأنه بس تلفظي او كلمة او كل تمك بيجي لقدام هاي الطبيعة
اجت لقدام الا لورا صوب الاو تجي كلها لقدام صوت راس يا قلب الميل مي مي بتضحكي فوق وتحت تحكي بس هون هون ضبيون لانه بتروح البوزيسيون ما تعملي لها هيك هذا هذا اللي عم باخرك شفتي شو عم باخرك معلي يلا مسكيني كثير منيح المي لفوق شيء بس الآ كان دبلاني أعطيني إياها عماله تبني فتحها وفيها كل حاجة وكل شيء حطي لها بهارات وقرفة والبدكة يلا أعطيني مين عظيمة بعد بدي وحدة سكيلي المي كتير منيح يا الله ايه قالت لي كويس قوي النهارده الحمد لله لا اسم الله اليوم خلص فهمتها تعذبت كتير بس هلا فهمتها الحمد لله خلص انا وصلت فوق فيني من بتفكري انك طلعت كتير 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 انا حاسه اني انت هذا طبقه صوتي بس اللي بدي اياكي انه بس تكوني عم تغني مع الاساتذه هي طبقتك اوكي ما بتاخدي طبقه ميزو سوبرانو اوعى لا ما بتاخدي طبقه خلاص عشان هيك ضعتي ما خدتها ايه اوكي يعني دي كده دي على المي مي هلا بدي طلعك لفوق فوق اوكي عرفتي بس مبين انه هي طبقه صوتي هلا بلش الشغل حلو صح الفوكاليز اصعب شيء بكل الشغل الصوات بالشان لانه الفوكاليز هو اللي اول شيء بيعطيك ثقه بنفسك ياي ما بتقعدي تفكري هاي رح صيبها وهديك ما رح صيبها وهي رح جيبها وهديك لا دغري بصوري بتنسي الموضوع طالما ملكتيها بصوري تفكري كيف بدك توصلي الاحساس للناس مي مي اي سي فورسي صح ايه اعطيها عادي مي لا عادي مي فلتت مي وهي مثلها مي رحت عزلعيمك هاي تعرف ليه فلشتها يلا ليك مش انك بس تعرضها دغري امسكها لفوق في اطلع بعد وحده ابني رح طلعك اطلع ايه هلا هلا ما توعدين عفوا بدي اطلع رح تطلع اوكي شو قصدك تطلع لفوق لفوق مي نركض تنفكر بكل نوتة مي هاي قاسي هاي شو اللي قلتها أنا ما بعرف عد عائل مي آمي حلو سمعت الرنة الحقها مي Mm.
مباشري عم تروح هيك ايه ليكي دغري طلعي لفوق يلا يلا مي 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 بعد يا قلبي بعد بعدك مسكره لكن من دون ما تغني قولي لي يا حي يلا اوكي وصلنا تحت اوكي فتحي لي العينين الحلوين شو مغمضتيهم دي واحدة يلا مسكي منيح المي لفوق دوماج عم تسكر الا هو عم تقول لفظي كمان مي تيظهر الصوت لبرا بدنا نشتغل عليه كتير كتير من يوم ورايح ما تفكروا توصلوا إذا ما في هالتكنيك ما بتوصل أساس لازم يكون في أساس نمشي عليه وشفت إذا ما هو الأساس لما بتمشي على الأساس صورة بتلعبي بصوتك مثل ما أنت بدك